ليلى من الجزائر، تفضلي يا ليلى. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير. أبشرك ولله الحمد بنعمة، الحمد لله. الحمد لله إن شاء الله دائما. هل يجوز السؤال يا شيخ، هل يجوز صيام هذه الأيام من عشرة ذي الحجة بنية قضاء الدين؟ يعني هل يكتب لي الأجرين للإثنين؟ نعم. طيب أبشري أختنا الكريمة المباركة ليلى من الجزائر، تقول هل يجوز أن أجمع بين الأمرين، بين قضاء ما علي من واجب وبين صيام هذه الأيام؟ أقول يعني ليس صيام هذه الأيام كصيام الست من شوال. لماذا نحن لا نقول في صيام الست من شوال لا يجوز أن تجمع المسلمة بين القضاء وبين الست من شوال؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان ثم فاصل، فصل بينهما، والفاء للترتيب باتصال وثم للترتيب بانفصال، قال ثم يعني ينتهي من صيام رمضان ثم يبدأ في صيام أيام شوال. أما في عرفة في صيام العشر فالمراد أن تكون صائما، أن تكون في حالة من الصيام، والعبادات تتداخل، إذا لم يكن فيها ترتيب تتداخل، فتدخل العبادة الصغرى في العبادة الكبرى. كما نقول لو كان عليك ما يوجب غسل الجنابة تنوي الوضوء مع غسل الجنابة، الحدث الأكبر تحت الحدث الأصغر، وأشياء كثيرة في هذا الدين يدخل فيها العبادة الصغرى في العبادة الكبرى. فلا بأس إذن للمسلمة أن تصوم هذه الأيام بنية القضاء ومعها صيام أيام العشر من شهر ذي الحجة، وذلك فضل عظيم من الله، فصوم القضاء وانوي معه صيام هذه الأيام الفضيلة، وإن شاء الله يكتب الله لك ما أوجب عليك في قضاء ما عليك من دين، وما يكرمك الله به من صيام النافلة في هذه الأيام.